اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني معاكم رضوى وجلال وحلقه جديده. والنهارده حلقه اتحمست ليها بسبب ان انا مره عملت لكم حلقه عن كتاب من الكتب اللي قريتها في العلاقات، وقد ايه الحلقه دي تعتبر من اكتر الحلقات مشاهده وعجبتكم كتير. وحقيقي انا اجزم ان كام كتاب كده قريته، وان شاء الله انا ناوي اغلبهم اقولهم هنا في القناه. كام كتاب مش كتير في العلاقات، كام كتاب بس كده، هما كانوا ذا توب، يعني ما كنتش بضيع وقت، كنت بشوف اكتر كتب معروفه عالميا انها افضل كتب في العلاقات وقريتهم، وقد ايه ان دول سواء فرقوا في حياتي، في فكري، في شغلي، لان بيبقى فيهم قيم. يعني بحس ان اللي بيبقى ذكي جدا ومرن وعارف ينجح في العلاقات الانسانيه والزوجيه بيعرف على فكره ينجح في الحياه، مش على عكس ما مشاع انه لا لازم ده نجاح وده شغل وده شغل. لا، تعتبر العلاقات الزوجيه او العلاقات بالذات، يعني جنس مع جنس، يعني الراجل مع المراه، من اعقد العلاقات وللاسف بتحتاج كتير من التفكير. فعشان كده حابه اني النهارده نتكلم على كتاب حقيقي مهم. كتير من الستات بتبقى مش قادره تفهم بعض الحاجات من الرجاله، وكتير احنا منا بنحتاج ان راجل يفهمنا هي الرجاله بتفكر ازاي. فتخيلي كده معايا لو راجل قرر انه زي ما بيقولوا يكشف سر الرجاله ويقول لهم الرجاله بتفكر ازاي او ايه احلامها او خططها او اكيد ده هيسهل علينا كتير. وحقيقي ادركت كتير كتير من الحاجات اللي ممكن اي راجل يعملها قصادي وانا مبقاش فاهمه ايه الدافع. سبحان الله الكتاب ده هتلاقيه يعني بمنتهى السهوله كده بيفهمك نقط. فانا النهارده هعمل لكم ملخص سريع بصراحه النقط المهمه عشان الناس اللي مش في قرايه قوي، وساعات بصراحه الكتب بتبقى ممله وبتبقى مكلكعه كده ومتوصلش المعلومه. فانا النهارده هقولك بصراحه النقط اللي انت محتاجه تعرفيها، وطبعا طبعا هسيب لكم رابط، لقيت PDF للكتاب باللغه العربيه بحيث تقدروا تقروه لو عايزين بعد الحلقه طبعا، عشان تشوفوا الملخص هيناسبكم ولا مش هيناسبكم وتتفرجوا على الحلقه. بس قبل كل حاجه لو تشتركين في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده ويلا بينا. طيب عشان تبقي في الصوره، هو اللي كتب الكتاب ده واحد اسمه ستيف هارفي، وهو معروف جدا في امريكا، وهو بتاع يعني ساعات بيطلع كده في توك شوز وكده، وهو كاريزماتيك قوي، يعني بيقعد بقى يعمل حوارات مع الستات ومضحك، وعمل كذا كتاب برضو في السكسس، الحاجات بقى التنميه والكلام ده. فهو is funny person، يعني شخصيه مرحه. انا شفت له كذا فيديو وممكن تتفرج على فيديوهاته، هتلاقيها كتير قوي على اليوتيوب، واحيانا بتبقى مترجمه. هو ظريف، راجل ظريف ودمه خفيف كده، وعمل الكتاب ده. طبعا الكتاب ده هو اكتر حاجه اتشهر بيها، وطبعا على حس الكتاب بقى يعمل فيديوهات كتير جدا زي ما قلت لكم، حاجات توك شوز وكده. تمام، هو الكتاب ببساطه بيعمل زي مقارنه بين كذا نقطه بين الراجل والست عشان يوصل لك الفكره ده بيفكر ازاي وده بيفكر ازاي. اول حاجه واهم حاجه قالها بصراحه وهي كانت البدايه، كان بيتكلم عن الدافع. يعني بمعنى اصح ايه الموتيفيشن اللي عند الراجل، او الراجل ايه اهم حاجه زي ما بيقول واكله راسه، والست ايه واكله اللي واكل راسها. خلينا نقول ان 90% من النساء سبحان الله يعني الطبيعه البشريه الحته العاطفيه شويه تقدري تقولي انها واكله راسها ودافع قوي، وقد تكون كمان اولويه. وده انا عمري ما الوم فيه حد، بالعكس انا شايفه انه صح، يعني ما الومش حد فيه، وما الومش برضو بعض النساء احيانا بيختاروا ان هي لا شغلها وكده، ودي الظروف. بس الاعم والاشمل ايه، الست في الاغلب بتبقى مياله جدا للناحيه العاطفيه وارتباطها وكده، في حين سبحان الله يعني عشان يعني بحس ان دي سبحان الله من الفطره الكونيه ومن رحمه ربنا، ان ربنا لا زرع في الراجل شويه حته الكينونه اكتر، يعني ان هو يبقى ايه، هو ايه، هو ايه، بيعرف يعمل ايه. دي سؤال مهم جدا فعلى اي راجل، بيشتغل ايه، تمام، اوكي، وبيقبض كام. وسبحان الله دي هتلاحظوها بالذات في ايه بقى، في البنات اللي بتعرف ولاد مثلا في ثانوي وجامعه، ومثلا ما يجيش يتقدم لها او يقول لها لما اشتغل، او يتحجج، او يجي خلاص قبل الارتباط، بالذات لو ما اشتغلش وبقت ظروفه الماديه واضحه ومش عارف هيصرف ازاي، تلاقيه خلع. افهميها بقى، دي بيقول لك كده، هو من الاخر الكتاب بيقول لك الراجل لو ما عرفش هو ايه وبيشتغل ايه وبيقبض كام، هتلاقي دايما العلاقات مش قادر يبقى في علاقه سيريس، مش قادر يبقى جد جدا، مش قادر يلتزم في علاقه، مخه متشتت، ممكن يكون محبط، ممكن يكون مكتئب،
ممكن يكون باله مشغول، ممكن يكون مش معاكي، ممكن يكون مش حاسس اي لحظه انتوا مع بعض فيها، وهكذا. قيسي بقى وفكري كده في كل الرجاله اللي شفتيهم او ارتبطتي بيهم او جوزك او هتلاحظيها. دايما الراجل كده بيجيله اكتئاب معروف جدا، بالذات بقى لما يسيب شغل، بالذات لما يبقى مش لاقي مثلا الفلوس مش مكفيه الراتب. دي حاجه معروفه جدا ولازم تفهميها. طب انت هتقولي انا دوري ايه او ازاي اكسب الحته دي لصالح؟ انك تدعميه، ودي قلتها كتير جدا، من مفاتيح انك تكسبي راجل او تبقي في علاقه معاه لونج تيرم وتنجح قوي، انك تقدري ازاي تساعديه في شغله وتدعميه نفسيا ومعنويا وتساعديه انه يوصل للنقط دي. ولو بنت فعلا مثلا مخطوبه لخطيبها او كده، حاولي تساعديه في النقط دي هتبقى بشكل يعني زي ما بيقولوا اندايركت او بشكل غير مباشر، هتسرع جوازكم وهتحسن جوازكم. مش لازم دايما في السيناريوهات المسلسلات العربي ان هي ساعدته وهو بقى لما ربنا فتح عليه سابها ومشي. اوكي، دي حالات بتبقى بصراحه، وبتبقى الست برضو اهملت في نفسها واهملت في بعض العلاقات التانيه هنقولها جوه الحلقه، فما تستغربيش. يعني هو بيبقى ان الراجل بعد ما وصل بقى للهدف بيلاقي مراته في النص هي اللي سقطت منه او انهارت او اتغيرت او فما تقيسيش بس على جو المسلسلات، لا خالص. الدعم للراجل، لان الراجل بيبقى زي السلم، بيفكر في حياته زي السلم، فحته العلاقات ممكن يكون حطها سلمه فوق شويه. يعني بالنسبه له انا ايه، بشتغل ايه، بقبض كام، هرتبط. في حين ان المراه لا، بتبقى احيانا بيوصل بيها الفكر انها بتبقى بتتخيل انها بتنجح وجوزها معاها وولادها معاه، يعني هي بتبقى قادره تشوف الصوره متكامله، وبالعكس تعرف تخلي النجاح، او دايما بتحاول حتى تسال نفسها طب انا لو ارتبطت جوزي هيبقى موقعه ايه من شغلي. يعني شوفوا ازاي هي بتبقى مخها حاطط الحته العاطفيه كاساس، في حين الرجاله لا. يعني ممكن الراجل يختار يسافر، يختار يكمل دراسه، طبيعي سبحان الله. وزي ما قلت لكم دي من رحمه ربنا عشان الكون يستمر. لو اتنين عاطفيين قوي كان الكون فعلا انهار، يعني كان كل راجل ارتبط بواحده مثلا عشان ما ينفعش يسافر فيقوم سايب الشغل وقاعد جنبها. حاجه بيتكلم عنها الكتاب وهي طريقه التعبير عن الحب. الراجل بيعبر عن حبه ومشاعره ازاي، والست بتعبر عن حبها ومشاعرها ازاي. الست طبعا بتعبر بقى بكل عواطفها، بتعمل حاجات صغيره، ممكن تفضل جنبه طول الوقت، ممكن تقعد جنبه مثلا هو عيان. يعني صور التعبير عن الحب عند المراه شكلها دايما عاطفي جدا وكتيره جدا، تمام. في حين ان الراجل في الاغلب، عشان حتى انا قلت لكم قبل كده في ريل فيديو صغير، ايه اكتر ثلاث حاجات تثبت الراجل بيحبك او مش بيحبك، هما زي ما يقولوا 3P، هو سماهم كده، اللي هي التلات حاجات بديين بحرف البي بالانجلش: بروفيس، بروتكت، اند بروفايد. وحقيقي دي يعني لو الكتاب كله مش هتخرجوا بيه غير بالنقطه دي، حقيقي دي مهمه، لان دي بصراحه هتخليكي في ابسط حاجه تلاحظي راجل. لو انت جيتي مثلا متقدم لك حق واحد او مخطوبه او واحد بيتكلم، على طول هتعرفي الراجل ده جد في علاقه. يعني انا يعني اقول الجزء ده ينفع انك تقيسي ان الراجل ده جد في علاقه ولا مش جد في علاقه. ال 3P، البروفيس وبروتكت وبروفايد. اول حاجه بروفيس، يعني من الاخر فخور فيكي، انت ليكي موقع في حياته بيقول انت مين، ودي مهمه جدا للبنات اللي الرجاله الاولاد بتكلمهم زي ما بيقولوا تحت الترابيزه. هو مش معرف حد، مش عايز يتقدم، علاقتكم كده موجوده وبقالها كذا سنه بس ملهاش اي كينونه، تاكدي ان ده مش سيريس. يعني الراجل لو فعلا بيحب ست بيبقى عايز يقول دي مراتي، دي خطيبتي، دي اللي ارتبط بيها، او دي ارتبطت بيها، او دي اتجوزتها، وهكذا. ان الانسان يكون عايز يفخر بمراته ويقول عليها وبيوريها للناس. لكن لو هو مخبيها بيحاول انه العلاقه دي ما تظهرش، يبقى هو اصلا عارف ان العلاقه دي هتختفي يوما ما، فمش عايز يرتبط بيها بشكل بعيد الامد. تاني كلمه او اللي هي البروتكت، انه يحميكي، ودي في الرجاله في فطرتهم البشريه. الراجل اللي بيحب ست اكتر يعني شيء بيعبر عن حبه ليها انه بيحاول يحميها، سواء بقى بيحميها من خطر فيزيكال، او بيحميها من اي شر، او بيحميها من البهدله، او بيحميها انه بيحاول لو يشتغل ويجيب لها فلوس، ودي بتبان. وطبعا عندنا بشكل تلقائي في الوطن العربي واضحه قوي. واخر حاجه بروفايد، انه يوفر، ودي بصراحه برضو يعني نقطه اساسيه سبحان الله، دي برضو موجوده كتير في الوطن العربي، انه يوفر الاشياء ويحاول يصرف عليكي زي ما بيقولوا. تخيلوا الاجانب بيقولوا ان الصرف، او الراجل يحاول يبروفايد يعني يتعب عشان يجيب لمراته حاجه احسن، بيت احسن، يرتقي بيها في المستوى. دي شكل من اشكال التعبير عن الحب. فالرجاله في تعبيرهم عن الحب عمليين جدا. فتقريبا دي من اكتر ثلاث حاجات من وجهه نظر الكاتب طبعا، ان هي بتبين طريقه.
وبعد كده بتقل لنقطه رابعه ودي مهمه جدا انك تفهميها، الفرق في الكلام، ان الست لما تيجي تتكلم بتتكلم ازاي وتبقى عايزه ايه، والراجل لما بيجي يتكلم بيتكلم ازاي وعايز ايه. الراجل لما بيجي يتكلم بيبقى عملي جدا، ولما بتيجي احنا كستات لما بنيجي نتكلم مع الرجاله مش بنبقى عايزين حلول، يعني احنا بنبقى بنتكلم وخلاص، بتحكي عن مشكله عندك وبتبقي منتظره انك بتفضفضي زي ما بيقولوا. في المشكله ان الراجل بالنسبه له لما الست بتحكي حاجه يبقى هي منتظره حل، فهو بيبقى بيقول لك يعني انت عايزه مني ايه دلوقتي. هتلاقي كتير قوي من الرجاله بيقوم ايه داخل قوي في الموضوع مثلا، او ساعات يلومها او ساعات يصرخ لانه عايز يحل المشكله، يقول لها طب انت بروحتي هناك ليه، ما خديتيش الورق معاكي مثلا. تحسي كانه مش مركز في مشاعرك في الموضوع، يعني مثلا في حين مثلا لو بتحكي لصاحبتك هتلاقي تقول لك ياه وحسيتي بايه ساعتها، فعلا ده موقف وحش قوي، بس اكيد قلبك وجعك. الست بتحس مثلا بالست، فعشان كده دايما بنصحكم في الحلقات السابقه لو تفتكروا قلت لكم كذا مره، يعني ما تحاوليش قوي تحكي اللي هي الجو لما تبقي مكسوره قوي او متضايقه من حاجه قوي، ان عاده لو الموضوع مش محتاجه حل عملي من الراجل في الاغلب هيبقى الحكي يعمل مشاكل زي ما بيقولوا. فالجزء ده يعني زي ما بقول لك الرجاله جزء من مخهم كده 1+1=2، فما بيفهمش انت عايزه منه ايه، فبياخد الموضوع بعنف جدا، بالذات لو حس بالعجز انه مش قادر يحل لك المشكله دي، او بيبقى حاسس المشكله جزء منها ليها علاقه ان انت اخطأتي. دي بالنسبه لنقطه الكلام. واخر حاجه الكاتب بيتكلم فيها بيتكلم عن الاحتياجات، بيتكلم عن الاحتياجات بيشرح طبعا، بيقول ان الستات احتياجاتهم متنوعه جدا، انه بتبقى مثلا محتاجه وقت تفرح، محتاجه هديه، محتاجه تضحك، محتاجه تاخد راحه، محتاجه تخرج، محتاجه تاكل، محتاجه تلبس حلو، محتاجه انه يحتويها، محتاجه انه يقول لها كلام رومانسي، محتاجه يعني احنا لو قعدنا نقول كل ست انت محتاجه من جوزك ايه ممكن تكتب 100 صفحه وصفحه وتقول لك اصبري ايه ده ثانيه واحده انا افتكرت حاجه تاني. في حين ان هو وجهه نظره طبعا انه بيقول ان الراجل في الاغلب محتاج 3 حاجات، او ايه الـ3 حاجات اللي هو لو خدهم من مراته هيبقى سعيد جدا ان هو عنده الجنه. يعني اول حاجه بيتكلم عن الدعم، هو شايف انه الدعم من اكتر الاشياء اللي الراجل بينتظرها من مراته، من هي دايما بتشجعه في اسوأ ظروفه وفي شغله، وانه شايف زي ما بيقول لك بقى ايه ورق كل رجل عظيم امراه، هو شايف بقى ان الموضوع ده كبير قوي عند الرجاله، وانه احنا بنحتاج الجمع، هو بيتكلم عن نفسه كرجاله يعني ان احنا بنحتاج الدعم جدا، فانت لو اديتينا دعم كتير ده بيخلينا نحبك وبيخلينا نموف اون في الحياه ننجح زي ما قلت لك. وده اكد عليها الراجل في اول تشابتر انه قال طبعا على موضوع ان الراجل اصلا مخه متسيستم من شغله رقم واحد، فما زي ما بيقولوا ما تنفسيهوش او ما تخشيش في حته هتخسري فيها، خلاص هو رقم واحد خلاص مش مشكله ومنطقي، يعني هو رقم واحد زي ما قلت لك عشان الكون يكمل اصلا، يعني سبحان الله زي ما قلت لك جزء من الفطره، فمش منطقي انك تستغربي ان الراجل يحط الشغل رقم واحد. ودي اصلا بتبان في العلاقات، يعني ممكن تقولي تشوفي مثلا واحده حصل لها مثلا وفاه حد عزيز او مشكله كبيره في حياتها، صعب جدا تنزل الشغل بسرعه وكده، سبحان الله الراجل يا دوبك يوم او يومين وبينزل الشغل، واحنا كمان كمجتمع ما بنستغربش ده على الراجل، في حين ممكن نستغربه شويه على الست. ف بشكل عام هو بيحاول يعني يقول يؤكد ان احنا بنحتاج من المراه دعم بكل الاشكال، سواء كنا كويسين او مش كويسين، او كنا ناجحين او مش ناجحين، في الحالتين بنحتاج دعم. وتاني احتياج الاخلاص، هو بيقول على مبدا انه يحس ان مراته معاه على الحلوه وعلى المره ومخلصه له وجنبه، وزي ما بيقول احنا بنحب، هو قعد يشرح الحته دي انا مش فاكره كان في الجزء ده ولا في الحته دي، انا قريته من زمان بس قريت ترانسليت وقريت كذا زي البوينتس عشان افتكره، انا يعني مذاكراه من زمان قوي. كان بيتكلم على حته كده انه الراجل بالنسبه له بيته ده حاجه كبيره قوي، وهي الجزء ده حتى مش هتلاقوه في الملخصات برغم انه اثر فيا كتير، يعني انه كان بيتكلم ان احنا عشان نعمل بيت، والبيت بالنسبه للراجل حاجه كبيره قوي بالنسبه له اتشيفمنت، يعني ان هو وصل، يعني عايز اقول لكم ان الراجل ممكن يكون بينهار نفسيا من فكره كسر بيت، كانه عمل مشروع كبير وانهار، يمكن اكتر من المراه في حته مثلا انفصال او هكذا او هكذا. وفعلا دي انا حسيتها في حالات براكتيكال، حالات بشكل يعني زي ما بيقولوا شكل بشري شفتها في حالات قدامي. فهو كان بيتكلم انه مثلا في العلاقات او كده لو الزوجه مثلا على سبيل المثال، هو بيقول احنا بنحتاج فرصه تانية، يعني لو انت مثلا لو راجل كويس جدا وجا مره غلط غلطه، هو كان طبعا بيتكلم على غلطه ليها علاقه بالخيانه وكده،
بس احنا نقول ما وصلش قوي للدرجه او يا ستي ايفن. هو بيقول احنا بنحتاج فرصه تانية، ان في رجاله كتير جدا لو بس لقى ان بيته هينهار. وانا حكيتها لكم في حلقه اللي هي بتاعت لو جوزك عايز ترجع يرجع لي، ولو لقى فرصه تانية انه يصلح بيته ويبنيه احنا بنتظبط، احنا بنتعدل قوي. وانا فعلا فعلا لمست النقطه دي في حالات كتير جدا، وحتى قبل كده طلع لي فيديو على الانستجرام كان بيوري حالات راجل وممثل وممثله، يعني بيبقوا حالات كتير يعني زي اللي هم انفصلوا ورجعوا لبعض وبقت حياتهم كويس. فمعناه ان مش دايما السيناريو الفظيع لو حد في العلاقه عمل غلطه كبيره انه دايما العلاقه بتفشل تماما. في ناس بتبقى فعلا غلطه بيبقوا يعني زي ما بيقولوا مدركين انها حاجه كبيره وبيندموا عليها وبيبقوا احسن كتير بعدين. فهو بيقول يعني فيما معناه دايما ادونا فرصه ثانيه. بيطلب طلب عام من كل النساء في كل العالم انه تعطي الرجال دايما فرصه ثانيه. طبعا لو ثانيه بقى وعك ثاني خلاص باي باي. اخر نقطه واللي هي في الاحتياج، واحنا قلناها قبل كده، هو بيقول الاحتياج البدني او الاحتياج اللي هو العلاقه، وبيقول دي بالنسبه لنا حاجه اساسيه قوي ما تستغربناش ان احنا في اسوأ ظروف نفسيه او في اصعب حاجه بنحتاجها، دي بالنسبه لنا زي الاكل والشرب وشيء بنعيش عليه. وكمان ده من الاخر طريقتنا في التعبير عن الحب، ان الراجل عاده لما بيبقى بيحب مراته قوي بيحب الموضوع ده معاها كتير، واحيانا بيبقى لما بيبقى زعلان منها بيبقى دي طريقته في انه يصالحها، انه هو لما بيعمل معاها كده او بيحاول يعمل معاها كده بيبقى عايز يعني يعتذر لها او يصالحها بس بالطريقه دي. ودي ملموسه جدا، الستات المتزوجه اكيد عارفينها، ان الراجل كتير جدا بيعبر سواء بيبقى عايز يصالح مراته او طريقته في التعبير عن الحب بتبقى من خلال العلاقه. ده بشكل عام اغلب النقط المهمه في الكتاب، كتاب ظريف جدا. انا يعني اشجع اي واحده مقبله على الزواج تقراه، او مخطوبه بجد هيفهمك حاجات كتير وهيخليك ما تتخانقيش كتير مع جوزك او خطيبك، وطبعا بعد الجواز كمان بيبقى مفيد قوي. فمش عارفه انتوا كمان، حابه ان انتوا تقترحوا علينا كتب تكونوا قريتوها في العلاقات، انا ممكن الخصها او اجيب لكم شويه بوينتس مهمه منها بالذات للبنات اللي لسه ما ارتبطتش، لان فعلا فعلا انا بقول ان الكتب في العلاقات بتفيد كتير، لان العلاقات سبحان الله مش علم كده ملموس، هي بتبقى شويه في حته ناس شافت حاجات بتحتاج كويستشنيرز، احنا مش دارسين الرجاله، بتديكي كده زي ما بيقولوا مهاره، يعني دايما بيقول لك في الذكاء الاجتماعي بيكتسب بالممارسه، بس للاسف في يعني انت حالات ممكن تخطئي قوي مع جوزك، يعني مش لازم توصلوا ان انتوا هتبقوا هتطلقوا عشان تلحقوا نفسكم، ممكن انك نتدارك من الاول. فبحس ان الكتب بالعلاقات كويسه كتير، فاكتبوا لي تحت في التعليقات تعليقاتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه ونفعل زر الجرس نعمل لايك للفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.